الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر المطلق للأونروا ومشروعاتها، والأمم المتحدة تشيد بمواقف مصر التاريخية. على وقع الأزمة الأوكرانية، مدبولي يتابع موقف توافر المواد البترولية بالأسواق المحلية. الرئيس الأمريكي يوجه بمنح أوكرانيا أسلحة ومساعدات عسكرية بقيمة 200 مليون دولار. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر المطلق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال استقبال سيادته فيليب لازاريني وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وخلال استقباله باتريشيا إسبينوزا سكرتيرة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أكد الرئيس السيسي سعي مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة جلاسكو الأخيرة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد فيليب لازاريني وكيل سكرتير العام الأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة مفوض وكالة الأونروا، مؤكدا سيادته دعم مصر المطلق للوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، ولكونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية، خاصة في مجالي التعليم والصحة. كما أشار السيد الرئيس في ذات السياق إلى أن مصر تؤكد خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تقديم الدعم اللازم للأونروا، لا سيما مع الظروف المادية التي تواجهها والتداعيات السلبية المترتبة على جائحة كورونا، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار عملها بالشكل المطلوب، مع استعداد مصر للمساهمة في دعم بعض المشروعات الخاصة بالوكالة وبما يسهم في التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين، خاصة من خلال المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة والتي دخلت في مرحلتها التنفيذية الثانية. من جانبه أعرب السيد لازاريني عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مستعرضا دور وكالة الأونروا والتحديات الحالية التي تواجهها في ظل تفاقم الأوضاع على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدا تعويل الأونروا على دور مصر التاريخي والمقدر في حشد دعم المجتمع الدولي للوكالة لمواصلة دورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين. كما أشاد مفوض الأونروا بالأولوية الكبرى التي توليها مصر لملف تحسين الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، والتي تنعكس على الخطوات المتسارعة المتخذة لتعزيز الجهود الجارية الخاصة بإعادة إعمار القطاع في إطار المبادرة المصرية بتخصيص 500 مليون دولار لهذا الغرض. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة باتريشيا إسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. السيد الرئيس أكد تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، والتطلع إلى تركيز هذا التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة كوب 27 في شرم الشيخ، وذلك في إطار سعي مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة جلاسكو الأخيرة بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دوليا فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية وحشد التمويل الدولي الضروري لذلك.
من جانبها أعربت السيدة إسبينوزا عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس وتطلعها لأن تكون القمة المقبلة التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ قمة فارقة في قضية التغير المناخي، مشيدة في هذا الإطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر، لا سيما مع كونها من أولى الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ، فضلا عن الجهود الوطنية المبذولة حاليا للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الأخضر ومجابهة ظاهرة التغير المناخي بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء والتحول لوسائل النقل النظيف وأصدار السندات الخضراء، وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ. دكتور، كيف ترى طبيعة التعاون بين مصر والأمم المتحدة فيما يخص قضية التغير المناخي ودلالات جهود مصر لاستضافة كوب 27 في هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكل تابع اليوم لقاء السيد الرئيس مع مبعوث الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، ولعل من البداية اختيار مصر لاستضافة هذا المؤتمر، وهو مؤتمر دولي رفيع المستوى يحضره تقريبا 190 دولة، معظم هذه الدول تمثل من خلال رئيس الدولة. إذن هو مؤتمر في غاية الأهمية بخصوص قضية أصبحت قضية تؤرق العالم، وهي قضية تغير المناخ. مصر كان لها مجهود كبير خلال السنوات القليلة الماضية، كل هذه المجهودات تم إضافتها إلى ملف مصر حينما اختارت الاتفاقية مصر لاستضافة وتنظيم المؤتمر القادم، مؤتمر الأطراف 27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، لأن مصر جعلت من العمل المناخي نموذج يحتذى به. مصر لا تساهم إلا بنسبة قليلة جدا في غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، ورغم ذلك كانت الممارسات والجهود والإجراءات الحكومية تصب في الحد من أو التخفيف من غازات الاحتباس الحراري رغم عدم مساهمتها بنسبة فعالة. نعم، تحديدا جهود مصر تمتد بباع طويل لتقليل الآثار السلبية على التغيرات المناخية أو آثار السلبية للتغيرات المناخية على الدول الإفريقية تحديدا. في أي إطار بتضع هذه القمة القادمة برئاسة مصر، وما يمكن أن يعود على القارة الإفريقية؟ أخذت مصر على عاتقها أن تستكمل ما تم إنجازه في مؤتمر أطراف السادس والعشرين في جلاسكو في اسكتلندا شمال المملكة المتحدة، لتحويل كل المخرجات التي تمت وتم الاتفاق عليها ما بين الدول المشاركة إلى إجراءات على الأرض. ينقص مؤتمر التطبيق والتنفيذ الفعلي. كل مؤتمرات الأطراف تقريبا تخرج بتوصيات وبمخرجات جيدة، ولكن ينقصها دائما التنفيذ. من خلال استضافة مصر وتنظيمها لهذا المؤتمر، وهي ممثلة لقارة أفريقيا بل ممثلة للعالم النامي، وهو الذي يعاني من فيلات تغير المناخ ولا يساهم في أسبابه، بالتالي مصر ستكون مدافعة عن مصالح هذه الدول من خلال التركيز على التكيف والأقلمة لتغير المناخ بدلا من التركيز على التخفيف كما كانت مخرجات القمم السابقة. فهذه فرصة جيدة جدا لمصر ولأفريقيا وللدول النامية أن يتم تركيز الجهود على التكيف. يعني التكيف هو الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ على القطاعات الاقتصادية وخاصة الزراعة في المقام الأول. بالتالي متوقع أن يكون مخرجات هذه القمة على قدر المسؤولية من العالم، وسيكون له أثر كبير في تدعيم مكانة مصر على مستوى العالم في كل ما يتعلق بالمناخ. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تتابع الأحداث الروسية الأوكرانية الحالية وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع وزير البترول لمتابعة موقف توافر المواد البترولية بالأسواق المحلية في ظل الأزمة الراهنة. كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة والحكومة تعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، ومن بينها المواد البترولية، وذلك في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية على مختلف الأصعدة، لا سيما في المجالات الاقتصادية وما يتعلق منها بأسعار السلع على مستوى العالم. تحت رعاية رئيس الجمهورية وتزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد، وذلك لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني، ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6858 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1171 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 6922 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4686 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 52430 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9256 قضية تموينية متنوعة، من بينها 168 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء، وضبط 25 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 490830 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9063 قضية تموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 1619 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 334494 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 65236 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4063 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 224 سائقا منهم. كما تم المرور على 225 مدرسة
وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1208 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية حالة واحدة، كما تم فحص 984 حافلة مدارس، تبين مخالفة 3 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية، كما تم رفع 570 سيارة و70 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 17411 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 396 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 81887 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 82,688,096 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 138 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط خلالها 151 جهازاً إلكترونياً. وفي مجال جرائم المطبوعات، تم ضبط 72 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 17350، تمثلت في كتب وأغلفة دراسية دون الحصول على تفويض من الجهات المختصة وأصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 55 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 922,305,037 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1748 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,597,203,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 13,491,994 جنيها. التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد بمقر وزارة الخارجية مع الأمينة التنفيذية للاتفاقية باتريتشيا إسبينوزا، حيث تم تناول عدد من القضايا ذات الأولوية في إطار عمل المناخ الدولي، خاصة فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره السلبية وتوفير تمويل لجهود مكافحة تغير المناخ، بجانب مواصلة السعي نحو تعزيز مختلف الدول لإسهاماتها المحددة وطنيا لخفض انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري. نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي حلقة نقاشية حول موضوع تمويل جهود مكافحة تغير المناخ والأولويات الأفريقية. يأتي ذلك استمرارا لسلسلة الفعاليات التي ينظمها وفد مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي حول الأولويات الأفريقية في مجال تغير المناخ، وفي إطار التحضير الجاري لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في نوفمبر المقبل. توضح
تواصل جمعية الهلال الأحمر المصرية تقديم جهود الإغاثة في دول الجوار الأوكراني لطلاب المصريين الذين عبروا الحدود، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على عودة المواطنين المصريين العالقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية. وأكدت وزيرة التضامن ونائبة رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري نيفين القباج أن الجهود مستمرة لدعم كافة المضارين من تلك الأزمة، حيث يواصل الفريق الثاني في بولندا بالتوازي مع عمل الفريق الأول في رومانيا من خلال متطوعي الهلال الأحمر المصري والتنسيق مع السفارة المصرية والجاليات المصرية بتجهيز وسائل المواصلات اللازمة لنقل الطلاب المصريين الذين خرجوا من أوكرانيا وعبروا الحدود إلى بولندا لنقلهم إلى المطار، حيث وكانت في انتظارهم الطائرة المصرية القادمة لإعادتهم إلى أرض الوطن. أعلن البيت الأبيض موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على منح أوكرانيا أسلحة ومساعدات عسكرية أخرى بقيمة 200 مليون دولار. وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أنه بهذا القرار يرتفع إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا على مدى العام الماضي إلى 1.2 مليار دولار. وتأتي المساعدات الجديدة بعد أيام من موافقة الكونغرس الأمريكي على مساعدات عاجلة بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا. ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما وصفه بأنه خرق فاضح للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية. جاء ذلك خلال اتصال تلفوني أجراه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، حيث أعلن الكرملين أن بوتين حصن الزعيمين الأوروبيين حظهم على التأثير على سلطات كييف لوضع حد لما وصفه بالأعمال الإجرامية. كما أضاف الكرملين أن بوتين ذكر لماكرون وكذلك لوزير الخارجية الألماني ما أسماه بالاغتيالات العشوائية للمعارضين واحتجاز مدنيين كرهائن واستخدامهم كدروع بشرية ونشر أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية قرب مستشفيات ومدارس وحضانات للأطفال. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي أنه لن يستسلم وأن كييف ستواصل مواجهتها للعملية العسكرية الروسية في البلاد، موضحا أنه بحاجة إلى منظومة مضادة للصواريخ. وأكد زيلانسكي أن جزءا من مسؤولية الكارثة الإنسانية يتحملها الغرب بسبب عدم فرض حظر الأجواء، معربا عن استعداده لإجراء جولة أخرى من المفاوضات مع روسيا. وأضاف زيلانسكي بأن فريقي التفاوض الأوكراني والروسي شرعا في مناقشة موضوعات محددة بدلا من تبادل المطالب. قال وزير الخارجية الأوكراني إن بلاده مستعدة للتفاوض من أجل إنهاء العملية العسكرية التي بدأتها روسيا قبل أكثر من أسبوعين. وشدد وزير الخارجية الأوكراني أن كييف لن تستسلم أو تقبل أي إملاءات، مشيرا إلى انفتاح بلاده على المفاوضات، لكن موسكو تضع مطالب معرقلة لا يمكن لكييف قبولها. وأضاف ديمترو كوليبا أنه سيتم إنقاذ مزيد من أرواح المدنيين إذا امتلكت أوكرانيا مقاتلات ومزيدا من الطائرات الهجومية، مطالبا في الوقت ذاته بالمزيد من العقوبات لضرب الاقتصاد الروسي. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كواشينكوف بأن القوات الروسية دمرت 3491 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا حتى الآن. هذا أكدت وزارة الدفاع البريطانية استمرار القتال شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف، مع تمركز الجزء الأكبر من القوات الروسية على بعد نحو 25 كيلومترا من قلب المدينة. كانت وكالة رويترز للأنباء قد أفادت نقلا عن وسائل إعلام أوكرانية بأن القوات الروسية تتمركز حول كييف وتغلق مدينة ماريوبول، فيما أشارت وسائل إعلام محلية في وقت سابق إلى دوي صافرات الإنذار في مختلف أنحاء أوكرانيا بما في ذلك في المدن الكبرى مثل كييف وأوديسا ودنيير وخاركيف. We'll be right back.
ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن شركة روس أتوم الروسية للطاقة النووية أن طاقمين أوكرانيين يقومان بإدارة وتشغيل محطتي تشيرنوبل وزابوراجيا النوويتين الخاضعتين الآن لسيطرة قوات روسية. وقالت الشركة في بيان لها بأن إمدادات الكهرباء الخارجية عادت إلى محطة تشيرنوبل المعطلة بمساعدة متخصصين روس، مضيفة أن الأنشطة التي تكفل سلامة المحطتين تتم بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كانت أوكرانيا قد حذرت من تزايد احتمال حدوث تسرب إشعاعي من محطة تشيرنوبل إذا لم يتم إصلاح خط الكهرباء على الجهد بها والذي تضرر أثناء القتال. اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك مبادئ السلامة النووية قائلة إنها قلقة من استمرار القصف الروسي على منشآت نووية في أوكرانيا، لكنها أضافت أنه لم يتم رصد أي مؤشرات على حدوث انبعاثات إشعاعية حتى الآن. وفي تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا في تويتر، أكدت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم في تغريدة لها إن أجهزة مراقبة الإشعاع في معظم أوكرانيا لا تزال تعمل، رغم أن الولايات المتحدة قلقة من نقص البيانات من مراقبي الضمانات في تشيرنوبل أو زابوراجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. شد وجذب بين روسيا والدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية المحتدمة. وفي تطور آخر بشأن الأزمة، يواصل الجانبان تبادل الاتهامات بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة البيولوجية في أوكرانيا. اتهامات متبادلة بين روسيا من جهة وكل من الغرب وأوكرانيا من جهة أخرى، بعد أن أثيرت مخاوف من الاستخدام المحتمل للأسلحة البيولوجية على الأراضي الأوكرانية. موسكو ومن خلال مبعوثها إلى الأمم المتحدة دعت إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي للتأكيد على أن أوكرانيا تدير مختبرات للأسلحة البيولوجية بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية. اتهام نفته واشنطن على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مؤكدة أن اجتماع مجلس الأمن لمناقشة ما وصفتها باتهامات موسكو المعلنة دون أدلة عن أنشطة بيولوجية أمريكية في أوكرانيا يمكن أن يكون ذريعة لشيء جار تنفيذه. الأمم المتحدة من جانبها أكدت أنه ليس لديها دليل على أن أوكرانيا تملك برنامج أسلحة بيولوجية، وأوضحت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي أن أوكرانيا انضمت إلى حظر دولي على مثل هذه الأسلحة، كما فعلت روسيا والولايات المتحدة إلى جانب 180 دولة أخرى. على جانب آخر، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها أوصت أوكرانيا بقوة بتدمير مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية الموجودة في مختبرات الصحة العامة بالبلاد لمنع أي تسرب محتمل يمكن أن ينشر الأمراض بين سكانها. فعلى غرار دول أخرى كثيرة، لدى أوكرانيا مختبرات لبحث كيفية تخفيف التهديدات التي تمثلها الأمراض الخطيرة التي تؤثر على كل من الحيوانات والبشر، ومن بينها وأحدثها كورونا. تعتزم فرنسا استقبال 2500 أوكراني لجأوا إلى مولدوفا، وذلك في إطار عملية تنسيقية للمفوضية الأوروبية. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانا على تويتر أن رئيس إيمانويل ماكرون هو من قرر استقبال هؤلاء اللاجئين، موضحا أن هذه أول عملية كبيرة من هذا النوع. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي بأن الإدارة الأمريكية تنظر في الأزمات الإنسانية التي تسببها العقوبات على روسيا. ونوه كيربي إلى عدم وجود أي تهديدات وشيكة تتعلق بانعدام الأمن الغذائي في العالم بسبب الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا ترى أن مخاوف حتى الآن بشأن الأمن الغذائي قد توجد. أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روزجين بأن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا قد تسبب في سقوط محطة الفضاء الدولية، مطالبا برفع هذه الإجراءات.
وأكد روجوزين أن العقوبات ستؤدي إلى اضطراب تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزود محطة الفضاء الدولية، مما يؤثر على الجزء الروسي من المحطة الذي يسمح بتصحيح مدار البنية المدارية. وأضاف أن الأمر قد يتسبب في سقوط محطة الفضاء الدولية التي تزن 500 طن على البر أو في البحر. نشرتنا متواصلة معكم وفيها. وزارة الصحة تعلن تغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات كورونا ليتم إصداره دوريا في بداية كل أسبوع. وجهت وزارة الصحة بتغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصاءات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا ليتم إصداره دوريا في بداية كل أسبوع. وأوضحت الوزارة بأن آخر بيان يومي لإحصاءات كورونا صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وسيتم إصدار البيانات التالية يوم السبت من كل أسبوع. جاء قرار تغيير مواعيد إصدار البيان مع انكسار الموجة الخامسة من الجائحة وتراجع معدلات الإصابة بنسب شبه ثابتة لمدة أسبوعين متتاليين، إلى جانب تراجع نسب الإشغال في المستشفيات. كما طالبت الوزارة المواطنين بالحفاظ على المكتسبات المصرية في مواجهة الوباء والاستمرار في ممارسة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على النظافة الشخصية. أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 455 مليون و 244,537 حالة. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 967,165 حالة. مع اندلاع العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا خفتت أخبار كورونا عن الأنظار وانزوت، وتصدرت صور اللاجئين الأوكرانيين وتداعيات الأزمة لتنافس صور مرضى كوفيد ولقاحاته، وضع أثار العديد من التساؤلات في الأذهان، وأبرزها هل اختفت كورونا باندلاع النزاع أم أن العالم صار عليه التعامل معها كمرض عارض مثل الأنفلونزا، أم أن انتشار اللقاحات خفف كثيرا من أعداد الوفيات والإصابات. أولى
الإجابات على هذه التساؤلات جاءت على لسان منظمة الصحة العالمية في تصريحات متعددة ومتتالية، جميعها تؤكد أن الفيروس ما زال حياً يرزق، وما زالت المخاوف من انتشار متحوراته الجديدة قائمة وليست مستبعدة. كما أكدت الصحة العالمية على أهمية حل معضلة عدم المساواة في توزيع اللقاحات، مشددة على أن تسريع وتيرة التلقيح هي صمام الأمان الوحيد لاحتواء الفيروس. ومن آسيا إلى أوروبا مروراً بأفريقيا، قررت العديد من الدول رفع القيود المفروضة لمكافحة الفيروس بكل أنواعها، مطالبون شعوبهم بالتعامل مع الفيروس كغيره من أنواع الأنفلونزا، في حين ما زالت تكافح دول أخرى لاحتواء الأعداد المتصاعدة للإصابات اليومية والوفيات. ومن بين هؤلاء وأولئك، عادت منظمة الصحة العالمية من جديد إلى التحذير من الاستهتار بالفيروس وما قد يستتبعه من ظهور سلالة جديدة أكثر شراسة، ليعيد ترتيب المشهد الإعلامي من نذر حرب عالمية إلى أصداء حرب علمية ضد الوباء. قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن الزعماء السياسيين في البلاد يريدون الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعايش مع كورونا مثل الإنفلونزا. أضاف موريسون بأنهم سيستشيرون خبراء الصحة قبل الانتقال إلى هذه المرحلة. وبعد يوم من اجتماعه مع مجلس الوزراء والزعماء الاتحاديين، أضاف أن مطاراتهم أصبحت مفتوحة من جديد ويمكن للوافدين الدوليين القدوم، وهناك إعفاءات من الحجر الصحي للأشخاص العائدين. جددت الولايات المتحدة دعمها لجهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى تعزيز السلام والحكم الرشيد في أفريقيا. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن مع رئيس مفوضيات الاتحاد الأفريقي موسى فقيه لافتتاح الحوار رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي في واشنطن. وناقش الجانبان قيمة الشراكة القوية في التصدي للتحديات المشتركة مثل مكافحة وباء كورونا وتعزيز الأمن الصحي ومعالجة أزمة المناخ، إلى جانب التأكيد على الحاجة إلى انتقال عادل للطاقة وضرورة النهوض بالنمو الاقتصادي العالمي الشامل والديمقراطيات المرنة. ذكرت صحيفة لا بروفانس الفرنسية المحلية بأن الشرطة الفرنسية أطلقت النار على رجل بعد هجوم بسكين، وأسفر الهجوم عن إصابة شرطي في مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا. قالت الصحيفة إن دوافع الرجل لم تعرف على الفور. وصلت إلى محافظة الغربية شحنة تتكون من 12 ألف صندوق مواد غذائية للأهالي بالمحافظة. يأتي ذلك كهدية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اقتراب شهر رمضان المعظم. وتأتي الشحنة بالتزامن مع وصول عدد 6 شاحنات محملة ب 12 ألف صندوق مواد غذائية لمركز بسيون. وفي محافظة الوادي الجديد، انطلقت بقرية الموشية بمدينة الدخلة أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستمر أعمالها لمدة يومين. يأتي ذلك من خلال الكشف بالمجان على أبناء القرية، وتضم القافلة أطباء استشاريين في تخصصات الأطفال والبطنة والعظام والنساء والرمد والجلدية وتنظيم الأسرة. من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد أحمد محروس أن أعمال القوافل الطبية المبادرة الرئاسية حياة كريمة مستمرة طوال العام، حيث تم توقيع الكشف الطبي الشهر الماضي على 5500 حالة على مستوى القرى المستفيدة. عندنا بننفذ شهريا في القرى اللي هي تعتبر مترامية، بننفذ 16 يوم قوافل اللي هم بمعدل 8 قوافل شهريا. احنا عندنا كل القوافل اللي بتبقى مجانية، كل الخدمات اللي فيها بداية من الكشف الطبي، الفحوصات المعملية، الإشاعة، توزيع الأدوية على السادة المواطنين اللي هم بيترددوا على القوافل، ولو في حد محتاج أي إجراء جراحي بيتم تحويله لأقرب مستشفى ليه.
انطلقت اليوم القافلة الطبية المجانية إلى مركز الحضري بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تتضمن القوافل توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي مدينة أبو زنيمة في عدة تخصصات طبية، وتضم تخصصات البطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة وعيادة لتنظيم الأسرة، وكذلك معمل وصيدلية لصرف الدواء بالمجان وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجاً. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم حول افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك بعد تجديده وتطويره وفق أحدث النظم. يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لنشر الفنون الرفيعة والارتقاء بوعيه وثقافة المواطن المصري. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالثقافة والفنون كإحدى أدوات القوى الناعمة التي تشكل وعي الإنسان المصري وتسهم في بناء شخصيته ضمن استراتيجية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة، لافتا إلى استمرار الدولة في دعم الأنشطة ومختلف القطاعات الثقافية في ضوء تكلفات الرئيس السيسي بإعادة تأهيل قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها في نشر التوعية وتعليم الفنون للنشأة وتحصين الشباب ضد الأفكار المتطرفة. نجحت الحكومة في زراعة 342 ألف فدان بمحصول القمح بالوادي الجديد وشرق العوينات، ومن المتوقع أن يتم حصد 925 ألف طن من أجود أنواع الأقمح. منذ آلاف السنين ومصر تحتل موقعا متميزا في مجال الزراعة حتى أطلق عليها سلة غذاء العالم، وقد وضعت القيادة السياسية نصب أعينها تلك الفكرة لأنها آمنت أن من يملك قوت يومه يملك الدنيا. في محافظة الوادي الجديد نجحت جهود الدولة المصرية متمثلة في وزارات الزراعة والري والتنمية المحلية بالتعاون مع مختلف الأجهزة في إتمام زراعة 342 ألف فدان بمحصول القمح الذي نجح في زراعته المزارعون من أبناء واحات الوادي الجديد. نجحنا السنة دي في زراعة حوالي 342 ألف فدان، وطبعا ده تم وزيادة حوالي 90 ألف فدان عن العام السابق، نتيجة أن طبعا توجيهات السيد رئيس الجمهورية أن يتم تسعير أردب القمح مبكرا، وتم تسعيره فعلا، مما أدى إلى أن كل المستثمرين بدأوا يتوسعوا في زراعة القمح. 342 ألف فدان تم زراعتها بمحصول القمح بالوادي الجديد لتساهم في خطة وزارة الزراعة لتوفير 925 ألف طن من أجود الأقماح ضمن خطة الدولة المصرية لتوفير محصول القمح كناتج قومي وكسلعة رئيسية تساهم في توفير الغذاء لأبناء مصر. 925 ألف طن من أجود الأقماح سيتم حصدها قريبا بسواعد المزارعين من أبناء الوادي الجديد الذين يقتربون من تحقيق رقم جديد بإذن الله تعالى خلال الموسم القادم، لتنتج المحافظة رقما جديدا من محصول القمح الملقب بالذهب الأصفر الذي سيتخطى المليون طن بإذن الله، لتنتشر زراعات القمح في كافة ربوع قرى ومدن محافظة الوادي الجديد بالخرجة والدخلة والفرفرة بالإضافة إلى منطقة شرق العوينات. محافظة الوادي الجديد أصبحت من المحافظات الرائدة في إنتاج الأقماح، يعني دخلنا على الخط كده الأول في مصر في إنتاج الأقماح. ما شاء الله خلال الموسم الماضي دخلنا أو وردنا 370 ألف طن. سنوات مضت والدولة المصرية تعمل بلا توقف ونصب أعينها الحلم، فعملت على إيجاد مياه بديلة لتلك البقعة البعيدة عن نهر النيل تمثلت في حفر الآبار إلى جانب إنشاء الصوامع والمخازن بالوادي الجديد، لتكون تلك المحافظة أرضاً خصبة نحو التوسع في زراعات القمح ليكون عائداً بالخير على الفلاح وعلى المجتمع المصري بصفة عامة. نظمت الطائفة الإنجليزية المؤتمر الدولي لريادة الأعمال في مصر والاقتصاديات النامية بالتعاون مع مؤسسة تي سي بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين وبمشاركة 12 دولة.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الرؤى والأفكار حول فرص الاستثمار وتكوين شراكات بين رجال الأعمال حول العالم من أجل فتح أفاق جديدة للاستثمار ومساعدة الشركات الرائدة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة القائمة على المعرفة والتحول الرقمي ودعم التنافسية. المؤتمر ده مهم، لقاء مهم، لأنه بيجمع عدد من المستثمرين اللي مهتمين بدعم الاقتصاديات الصاعدة، واختاروا مصر لأول مرة، مصر بلد الأمن والأمان، عشان يجوا، وهم كانوا في العين السخنة لهم يومين ثلاثة، والنهاردة بنختتم فعاليات المؤتمر الدولي. حجم استثماراتهم بتتجاوز المليار دولار، وجايين علشان يختاروا عدد من المشروعات الاستثمارية اللي تتم في مصر وفي أفريقيا. والمؤتمر مهم بالنسبة لنا لسببين. السبب الأولاني الاهتمام اللي بتديه مصر كدولة لعدد من الدول الإفريقية بحكم علاقتنا التاريخية بيها، وبحكم أن أفريقيا مكان مهم لينا كمصريين. والأمر الثاني أن مصر نفسها تصبح اللي بيسموها فوكال بوينت أو نقطة تركيز للاستثمارات. وما هو قادم في نشرتنا أخبار المال والأعمال؟ نتحول فيها إلى آية كفوري، تفضلي آية. شكرا إيمان، شكرا هبة، والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض، وتواصل المركز مع وزارة التموين التي نفت الشائعة، وأكدت الوزارة توفر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي دون تغييرها، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي، وكذلك توفر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة، كما سيتم إطلاق معارض أهلا رمضان في نهاية الأسبوع المقبل. أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قرارا بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار. وأكدت الوزيرة أن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة. التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال زيارتها للعاصمة البريطانية لندن الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات البريطانية لويس تايلر، وبحثت الوزيرة التعاون المشترك والوضع الاقتصادي الراهن على المستوى العالمي. وأكدت المشاط على العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة وأهميتها في ضوء الجهود المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤيتها الوطنية، مشيرة إلى مجالات التعاون المشترك بين البلدين، حيث ينفذ تحالف بومبارديه العالمي مشروع مونوريل العاصمة الإدارية 6 أكتوبر بتمويل قيمته 1,700,000,000 جنيه استرليني من وكالة ائتمان الصادرات البريطانية. اختتمت اليوم فعالية معرض صنع في دمياط والذي لقي إقبالا كبيرا من الجمهور كإحدى ثمار التعاون المشترك بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. التاريخ يتحدث عنه، إنه أثاث دمياط الذي كان علامة على جودة الصناعة في كل بيت مصري، ها هو يسترجع قيمته وسط الأسواق المحلية والعالمية بتصميمات ترافية عصرية بمعرض صنع في دمياط الذي يختتم فعاليته اليوم بأرض المعارض بمدينة نصر. بنقدم كامل الدعم لصغار المصنعين إنهم يشتركوا في المعارض الخاصة بدمياط اللي خاصة بدمياط، فبالتالي حضرتك احنا الحمد لله اخترنا 62 عارض بالدورة دي. عندنا ورشة في مدينة الأساس بدمياط، ومشارك في المعرض ان شاء الله، يعني دي المرة التانية ليا، كنت مشارك في معرض قبل كده في المنيا في محافظة المنيا، ورأينا يعني في المعرض حلقة وصل كبيرة بين المصنعين والمستهلكين. انا بشارك للمرة الاولى في المعرض، والحمد لله المعرض يعني زي ما حضرتك شايف محقق نجاح تسويقي عالي، والناس بتلاقي كل المنتجات
بشكل يعني كويس جدا وباسعار حلوه قوي كانك بتشتري في دمياط. المعرض جمع العديد من أصحاب مصانع وورش الآفاف بمحافظة دمياط لعرض منتجاتهم من غرف النوم والأطفال، بالإضافة لتشكيلة من الآفاف المطبخي وغرف المعيشة ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية. الأساس هنا بشكل عام تحفة، الأسعار صراحة مش هتكلم عليها يعني حلوة جدا. الناس اللي هتيجي يعني هتعرف إن يعني حق الجودة وحاجتها وسعرها صراحة أحسن من أي مكان تاني. والمعرض بصراحة جميل جدا وحاجاته متنوعة والأسعار متفاوتة، بس الأسعار في الرينج المعقول اللي هو ممكن متاح لأي حد ياخد منه. كل سنة لازم نيجي هنا المعرض لأنه أنت بتشوف أفكار جديدة خالص في كل سنة، ونوعية الأساس هنا مختلفة تماما عن الأساس اللي احنا بنشوفها. والله الحقيقة المعرض كويس جدا، يعني كان في إقبال شديد على سوق الموبيليا عموما، ويمكن المرة دي احنا يعني بصراحة مبسوطين من اقبال الناس ده. احنا شاركنا مرتين ويعني دي المرة التانية بالنسبة لنا، وبصراحة المعرض المرة دي يعني عجبنا جدا، وبإقبال الناس على شراء الموبيليا المرة دي كان حتى فوق المرة الأولى. مجهودات لا تتوقف من الدولة عن طريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتشجيع الصناعة الوطنية والنهوض بقطاع الآفاف، مما يساعد على توفير فرص عمل وفتح آفاق تسويقية جديدة خارجيا وداخليا. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. وننتقل مشاهدينا إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث تراجعت أسعار الذهب عالميا بعد ارتفاعها، إذ زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات أشارت لارتفاع كبير في التضخم، لتسجل أوقية المعدن الأصفر 1984 دولارا. أما على الصعيد المحلي فسجل عيار 18 نحو 759 جنيها، ولمس عيار 21 سعر وصل إلى 886 جنيها، وأخيرا سجل عيار 24 سعر وصل إلى 1012 جنيها. ونصل معكم إلى الجنيه الذهب، حيث وصل سعر اليوم إلى 7088 جنيها. ومن أسواق المعادن إلى أسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت الأسعار لكنها سجلت أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر الماضي، مع تقييم المتعاملين للتوقعات المستقبلية للإمدادات التي عرقلتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 3.1%، وسجل السعر اليوم وصل السعر اليوم إلى 112 دولارا و67 سنتا للبرميل. أيضا ارتفعت العقود الأجلة لخام الوسيط الأمريكي بنسبة 3.1% أيضا، ووصل سعر اليوم إلى 109 دولارات و33 سنتا للبرميل. أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن بلاده تعتزم التخلي عن الفحم الروسي بحلول الخريف وعن النفط الروسي بحلول نهاية العام تقريبا. يذكر أن ألمانيا تستورد حاليا ثلث نفطها ونحو 45% من فحمها من روسيا بحسب إحصاءات الحكومة الألمانية. هذا ويرفض قادة أول قوة اقتصادية أوروبية فرض حظر على النفط والغاز الروسيين الأساسيين لحاجتها الخاصة المرتبطة بالطاقة، وهو ما تطالب به الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة. انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى هبة حسين وإمام منصور، إليكم. أشكرك أيها. شارك محافظ الإسكندرية محمد الشريف بفعاليات احتفالية اليوم الرياضي للمرأة والفتاة والتي نظمتها المحافظة على ملاعب استاد الإسكندرية الدولية. شارك في الاحتفالية سيدات وفتيات لكافة الهيئات الشبابية والرياضية، وكذلك تلميذات وطالبات مدارس للإدارات التعليمية الثمانية المتفوقات رياضيا بالإسكندرية. كما شاركت نساء المديريات والأحياء المختلفة وأندية الإسكندرية بالألعاب الجماعية والفردية للاعبات بكافة الأنشطة الرياضية مثل كرة السرعة وتمارين الأيروبكس والراكت، حيث أكد محافظ الإسكندرية على دعم الدولة ورعاية الرئيس السيسي لتفعيل الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي تخدم المرأة المصرية وتمثل نماذج ملهمة صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات. والآن مشاهدينا نتابع أخبار الرياضة. أخبار الرياضة مع آية كفوري، مرة أخرى إليك آية. شكرا لكم. والآن محليا وعالميا نتابع أخبار الرياضة.
تلقى نادي الأهلي هزيمة على يد مضيف سان داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 على ملعب سوكر سيتي في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا. سجل هدف المباراة الوحيد بيتر شالوليلي في الدقيقة 23 ليرفع سان داونز رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 4 نقاط في المركز الثاني بنفس رصيد الهلال والمريخ ممثلي الكرة السودانية. فاز بيترو أتلتيكو الأنغولية على مواطنه ومضيفي ساغرادا بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وبهذا رفع بيترو أتلتيكو رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، كما ضمن الوداد المغربي التأهل في المركز الثاني بـ9 نقاط، بينما ودع نادي الزمالك رسميا منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال الموسم الثاني على التوالي. اقتنص نادي الترجي فوزا ثمينا على مضيفه النجم الساحلي بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. هذا الانتصار مكن الترجي من تصدر المجموعة برصيد 8 نقاط متفوقا على وصيفه شباب لوزداد الجزائري وبفارق الأهداف ليضع قدما في الدور الربع النهائي. وصل المهاجم الدولي محمد صلاح صناعة المجد بقميص ليفربول، حيث سجل الهدف رقم 2000 للفريق في تاريخ مشاركات الريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز. وأحرز صلاح هذا الهدف التاريخي لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة 61 أمام برايتون ضمن المرحلة 29 من الدوري الإنجليزي، ورفع صلاح رصيده بذلك إلى 20 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم. انتهت الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى إلى إيمان واهبة، إليكم. شكرا جزيلا لك يا آية. مفكر وأديب من نوع خاص أثرى الحياة الأدبية والفكرية بمصر على مدار عقود طويلة. إنه الأديب والمفكر الراحل العباس محمود العقاد. نتابع. ونتوقف مع أخبار الأحوال الجوية. من جديد نعود إليك آية. شكرا لكم، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مائل البرودة على شمال الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظة، نبدأها معكم من القاهرة العظمى 17، الصغرى 8، الإسكندرية 15-9، مطروح 14-9، بورسعيد 15-10، الإسماعيلية 17-8. نذهب بعدها إلى السويس العظمى سجلت 17 والصغرى 9، العريش 15-8، طبع 20-13، شرم الشيخ 21-13، والغردقة 20-12. أيضا الأقصر العظمى 23، الصغرى 11، أسوان 25-11، الوادي الجديد 22-10، وشلاتين 23-13، وأخيرا حلايب 25-14. أما مشاهدينا، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن. We'll be right back.
والآن أترككم مشاهدينا مع أبرز لقطة لليوم. وفي ختام النشرة، لم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر المطلق للأونروا ومشروعاتها، والأمم المتحدة تشيد بمواقف مصر التاريخية. على وقع الأزمة الأوكرانية، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يتابع موقف توافر المواد البترولية بالأسواق المحلية. الرئيس الأمريكي يواجه بمنح أوكرانيا أسلحة ومساعدة عسكرية بقيمة 200 مليون دولار. انتهت النشرة، ولكن هواء التاسعة مستمر معكم، والإعلامية دينا عبد الكريم. سألفيني يا دينا، أهلا بيكي. سأنور إمام، سأنور هبة، ومبسوطة أكون معكم كالعادة. سألفير على كل مبسوطين. فريق نشرة التاسعة. شكرا. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة.